السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ وليداتكم كيف بقيتم مع هذا الصاد؟ كلشي هو هذاك. اليوم البنات جيتكم بهذا الفيديو ديال المشتريات ديالي ديال النفاس، ان شاء الله ما قل ودل للبنات، وداكشي على قدر المستطاع. كيف ما كتشوفوا زعما ما مكتراش. بالنسبه للبيبي ما خديت لهاش، مسكينه حوايج جدادين بزاف. اصلا هاد المرحله دغيا كيكبروا وكدوز، خديت لها غير واحد سويفيت ما جدادين، ان شاء الله نخرجها بهم الطبيب. هذوك خديتهم انا، اما تبقي تبارك الله عندها صافي. غنقضي بداكشي اللي عندي، وانا خديت شي بيجامات للنفاس وليكوش ضروري. راكم عارفين لي برودوي هذوك ضروريين. المهم نشارك معكم كلشي ان شاء الله في هذا الفيديو، خليكم معايا. بالنسبة للبنات سبحان الله المرحلة ديال الحمل كيكون واحد بحال الاكتئاب، بحال القنطة، بحال هذا، كتلفي في هادشي. داكشي باش الحمد لله كتب وخديت هادشي. هذا كنت كل مرة كنخرج ناخد حويجة، ما كتاخديش كلشي في دقة البنات باش ما كتجيكش الدقة قاصحة. هذه البيجامة الاولى البنات خديتها في هاد اللوين بوغدو، كيف ما كتشوفوا القطعين ديالها زوين. وبالنسبة للعرايسات النفايسات ضروري تاخذوا البيجامات اللي بالصيفات على ود الرضاعه. هانتوما كيف ما كتشوفوا سروالها عادي، وجات في هذا اللون هذا، حيت اللوانات الاخرين عندي الغوز، عندي البيض، خديت الالوان اللي ما عنديش. البينوار ديالها جا في هذا الشكل هذا، حيت البنات هذه خديتها في الربيع. كيف ما قلت لكم كل ساعه كنت كناخذ حويجه وكنحطها تا تجمعوا واحد الكميه ديال الحوايج اللي هذا الشيء اللي غنصور معاكم. حيت البنات باش تخرجي وتشري كلشي في نهار واحد اصلا ما يمكنش، لا من ناحيه الوقت ولا من ناحيه ديال الماديه. المهم هذه البيجامه الاولى جات في هذا الشكل، والبيجامه الثانيه اللي عجبتني بزاف اللي هي هذه. بالنسبه لبنات الاثمنه الاخرى الكرونه 230 درهم ولا 240 درهم، هادي تا هي هكداك نفس الاثمنه تقريبا. هادي البنات بالحق خصكم تعرفوا منين تشريو. هادي خديتها من باب الخوخه، خديتها من باب الخوخه. تما زوين الثمن والكاليتي ديالها فنه البنات، عرفتي رطبه رطبه والدونتيل ديالها رطب. بالنسبه لو مشيتي تاخديها من السعاده ولا تاخديها من شي بلايص واحد اخرى، راه تاخديها غلا من هاد الثمن هذا، ولا غير من فلوري ولا شي بلاصه تاخديها غلا من الثمن اللي خديتها به. كيف ما كتشوفوا كما قلت لكم ضروري من الصيفات على ود الرضاعه. والبينوار ديالها جا على هاد الشكل هذا، حتى هو فيه الدونتيل، والسريول حتى هو فيه الدونتيل الفرجليه. شوف كي جا زوين هكا على هذا البينوار، حتى هو فيه لتحت، والسريول حتى هو في رجليه الدونتيل، جاو زوين البنات. والثوب ديالها فن فن ورطيطم. المهم هذه ان شاء الله نلبسها النهار الثاني ديال لاكلينيك نتصور بها ولا هذا. المهم شي حويجه جديده كيف ما كتشوفوا، شتو سروالها جا زوين. ايوا المهم البنات الله يفرح اي وحده، والله العظيم ملي كتشري هكا الحويجه وكتجيبيها كتبدلي شويه النفسيه ديالك كتبدل. بالنسبه لهاد البيجامه البنات هادي غير ديال الخيط، عاديه، هادي ديال كل نهار، حيت الاخرين البنات الصراحه ما كيتستعملوش بزاف، غير كدوزي بهم داك المرحله وصافي ما كتلبسوش بزاف. هادي خديتها ان شاء الله لك الايام ديال النفاس ضروري خصني باش نبقى نبدل. وهادي خديتها البنات اكس ال، وجات في هاد الموديل هذا، خديتها اكس ال على ود هذا الخيط، خفتها تشرب وتولي صغيره، خديتها هكا وضروري من الصيفات كما قلت لكم. وسروالها حتى هو جا فيه داك الزيتي لتحت، ها انتوما كيف ما كتشوفوا. ايوا خديت هذه غير زعما هكا زايده. المهم البنات الله يفرح اي وحده، والله يعطيكم ما تمنيتو حتى انتوما. المهم هذه بيجامه الثالثه. وبالنسبه للملابس الداخليه خديت هاد جوج شورطات، هادو البنات وقيله 35 درهم. بالنسبه للبيجامه اللي دازت هذيك 120 درهم، هادو البنات الشورطات خديتهم ب 35 درهم. الا المهم الحاجه اللي عقلت عليها نقول لكم الاسمنه ديالها 35، ولكن الكاليتي ديالهم زوينه هانتوما كيف ما كتشوفوا. ورونتهم مع هاد السوفيتمات، هادو البنات السوفيتمات ديال لاليطمو، فيهم البنات لي سوتيان ديالهم، وكتحيد لهم هذيك اللعيبه، انا نوريها لكم ها انتما كتحل من هنايا وكتردعي. هذه جوج في واحد، منها سوفيتما ومنها
سوتيانات وفيها تلاقين، هاي فيها ثلاثة الحاجات في حاجة واحدة. هذه البنات الثمن ديالها 70 درهم، جات هذا الشكل هذا، خديتها في الباج وفي الكحل. ايوا مهم خديت الام ال، الام ال فيها يعني كتجي مع لا طاي ام ولا طاي ال. فعوت ناخذ لي سوتيان عندي ديال لاليتمون ديجا ديال بنتي الاولى، عندي شي وحدين واخا شي وحدين ضاعوا شي وحدين باقيين عندي زوينين. هما صراحه الله مع الوقت ما كيبقاوش يتستعملوا. ايوا هانتوما هادو شويرطات درتهم معاهم، جاو اسورتي وجاو زوينين. المهم البنات كل وحده كتمشي على قد جهدها وقد المستطاع ديالها. هادو البنات خديتهم غير من حانوت عادي، ماشي من ال سي واي كيكي، حيت داك السوفيت ما كاينين غير في ال سي واي كيكي. ودابا لقيتهم وهادوك ملابس داخليه. وخديت هاد لاستيك ديال الشعر انتما كيف ما كتشوفوا، خديت المقبض، خديت لاستيكات داك العاديين، وخديت واحد البوندو ما عارفين مشى، واخا كنت كنجمع في بلاصه وحده ولكن هذاك ما عرفتش فين حطيته. دابا نشاركو معكم ان شاء الله مره اخرى. بالنسبه للبنات هادو ديال الماتيرنيتي، هاد هاد لي بروتيج هادو، خديت هاد ليلاس، كاينه نان نان وكاينه ليلاس، انا خديت هادي. كل واحد شنو كيستعمل، مهم البنات. وفي الاول ضروري خاصكم لي كوج ديال العجازه، دابا نشاركو معكم ضروري كناخذوهم هادو. بالنسبه لي كوج ديال البيبي خديت هذا، دائما صدعت لكم به راسكم، جيني اند ويلي. هذا البنات كاين غير في بيم، كاين غير في بيم البنات، ما كاين في حتى شي بلاصه، ما تلقاو لا في الهري لا في الحانوت لا في حتى بلاصه. هذا البنات راه طايحه عليا بدرهم الحبه، فيه 60 حبه، باكيه هكا الخلوق ان شاء الله. راه رقم جوج غدوز ليا 3 شهور، تدي البنيته 3 شهور وانا كندير رقم جوج، طاح عليا اقتصاديه. ها نتوما البنات في هذاك الخط الصفر يعني ملي كيزرق راه عمرت ليك وشا خصك تبدليها، راه زوينه البنات على ضمانتي والله العظيم. الصراحه جربته بنتي لدابا مازال كنديروا لها، راه وصلت كندير لها دابا رقم 5 وما دار لها حتى شي حاجه. المهم البنات انا غير تلقاوني كنكرر بزاف هاد ليكوش هذا بزاف د الفيديوهات، ولكن يعني ملي كيطيح في يديا كنصورو معاكم وكنشكرو لكم. بالنسبه للبيبي شريت لها دودوت، هاد اللانجيت هذا، هذا بالنسبه للبنات اللي كانت شي حاجه نفسها فيه، حتى هو راه 0% الكول وزوين حتى هو. المهم قلت نديه معايا ان شاء الله لاكلينيك الا احتاجوه، حيت انا ما نبغيهمش يدوشوا لها هكا يمسحوا لها بيدك الدم ولا شي حاجه. وهذا خديته ليلي، هذا عاوتاني البنات راه ربيت به بنتي، صراحة الله ما كيدير حتى شي حاجه، حتى هو زوين حتى هو ما فيهش البارابين وزوين زوين صراحه والله العظيم، ما دار لي لبنتي حتى شي حاجه. ها هو البنات الا بغيتوا تصوروه مزيان، ها هو راه في بيم كيدير ب 15 درهم، زوين وفيه 100 حبه. وديا كلينيكس ان شاء الله شريته باش نديه معايا، راكم عارفين ضروري تحطي عند راسك تشربي شي حاجه تهرق عليك ولا هذا ضروري. والكوتون تيج هانتوما بنتي هما دايره فيا حلات وتلفات شي حبات، هانتوما هادو خديتهم ديال البيبي. هادو البنات ما كنصوبلهمش انا بهم ودنيهم، كنصوبلهم بهم صبعات رجليهم صبعات يديهم، كتنقي بيناتهم ضروري البنات. وخذوا هاد النوعيه هادي ديال البيبي، خديت داك البواطه الصابونه جديده باش ندير لها صابون تاع هكا. وهادو لي برودوي اللي خديت، خديت لي نيمو تا هو ما نحتاجش البنات نشكر لكم في داك الاول على الاقل واحد شهرين، راه كتشري قرعه كدوز لك الصراحه. وبالنسبه للشامبوان خديت هذا ديال كلوغان، راه جوج في واحد، فيه شامبوان وفيه جيل دوش ديال الشوفو وكوخ، يعني بجوج بهم تغسلي به كلشي. وهذا الحليب والكولونيا، هادو اللي خديت في كلوغان، وهي راه مازال فيها برودويات بزاف بحال هادي ديال شونج الكريم شونج، ما خديتهاش داكشي عندي، خديت انا غير داكشي اللي محتاجه. بالنسبه للبنات هذاك اللي نيمو كنشكروا لكم حتى هو بزاف، هذا غير خدوه وربيو به وليداتكم على الاقل داك الشهرين الاولى، على ما كي الحيمه ديالهم كتبدا تقصح وصافي ديك الساعه استعملوا اللي بغيتوا. هذا منه كريم تشونج، منه الفعوت لانجيت وكلشي. ملي خديت البنات هاد لي برودوي هادو عطاوني معاهم تاع التسويق ديال ميستيلا،
صراحة الله أنا مستلها، استعملتها بزاف لبنتي الكبيرة، زوينة تهي ما فيها ما يتعب، وراها إلا خديتو لاكام زعما ديالها كيعطوها لكم في هاد الساك. أنا يا حيت خديت من عندهم هادوك، وكنت كنعرف البارا فارماسي اللي شريت من عندهم، قلت لهم أنا ضروري تعطوني ساك حيت كناخد لبنتي مستلة وما كيعطونيش، حيت كناخد كل ساعة كناخد حاجة، ما كناخد صراحة الله لاكام كاملة باش يعطوني الساك. وهاد المرة هما عوضوني وعطوه لي. شوفوا كي دايره البنت، راه زوين وكبير وباينه كيهز. هانتوما وفيه داك الطابي ديال طابي تشونج، حتى هي زوينه بالنسبه للبنات. فين ما مشيت انا كندير داك الطابي ديال وليداتي باش ما كتكرفصيش للناس الفراش ديالهم، ولا شي ريحه، ولا دير شي بيبي على غفله حاشاكم. يعني كتكوني دايره داك الطابيه كتكوني مهنيه. وهادو جوج سويفيت مات جدادين، خديتهم شحال هادي لبنيتها كيف ما كتشوفوا، خديت حدا في البيض. وتقريبا انا في بنتي الاولى كنت كناخد غير البيض البيض البيض، عمري خديت هادو اللي فيهم هاد لي موتيف بحال كتاب لي وخديتهم. البنات كيكونوا جوج ب 500 ريال، خديتهم هانتوما. هادشي كي كنكونوا كي كنوليو تبارك الله زعما سبحان الله، كنكونوا صغيرين يمكن كل واحد سبحان الله قدر كيولي. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هادو خديتهم انا، قلت لكم 25 درهم. قطيه انت هما. وهذا هو الفيديو البنات ديال اليوم، كنتمنى تقبلوا عليا ويعجبكم ويهلا يخطيكم. ولا وصلتي حتى لهنا ما تنسينيش من لايك وشي كومونتير زوين، ولهلا يخطيكم عليا، والى فيديو اخر ان شاء الله.